استاذ احمد من اسيوط يتفضل. اهلا وسهلا عليكم. اهلا وسهلا استاذ احمد. عليكم السلام. اتفضل يا فندم. انا كنت عايز اسال، كنت مقصر في الصيام السنين اللي فاتت ولا زلت مش عارف يعني انتظم. يعني انت كنت مقصر في ايام فطرتها؟ ولا والسنه ده برضو في ايام فطرتها برضو، يعني واصلي واروح اقطع يوم واصوم يوم واروح ما اعرفش حاجه كده، زي ما تقول مش عارف انتظم. طب انت كنت بتفطر ليه؟ مش عارف يعني عادي كده، كنت بقول مثلا اعمل كوبايه شاي ولا سيجاره ما اعرفش كده يعني. طيب ما انت لازم تقضي هذه الايام اللي فاتتك. تمام. وتتوب الى الله سبحانه وتعالى وتكمل الصيام في شهر رمضان وما تخافش يعني ربنا يقبلك. يعني انا ممكن مثلا كنت اصلي فجر وما اعرفش ايه واجي انام مثلا شويه واقوم اروح مثلا اي حاجه كده تخليني اعمل كوبايه شاي ولا سيجاره وكده. خليني بس اقول ورايا، تبت الى الله. تبت الى الله. وعزمت. وعزمت. على الا اعود. على الا اعود. لهذه المعصيه ابدا. لهذه المعصية أبدا. والله على ما أقول شهيد. والله على ما أقول شهيد. انتظم بقى في الصيام وعوض الأيام اللي فاتتك وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى سيغفر لك. وما تقعدش استنى بس، ما تقعدش تفكر لأن أنت داخل على وسواس. تمام. مش أنت داخل على وسواس؟ إذا ما كنتش أنت أصلا توسوست. حصل؟ خلاص سيبك بقى دلوقتي، ابتدي صوم وحافظ على الصيام واقضي الأيام التي فاتتك وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك إن شاء الله.